بتهمة التحريض ومساعدة إسرائيل على تنفيذ إبادات جماعية في غزة. مجموعة من المحامين يتقدمون بشكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي ضد مجموعة من السياسيين الألمانيين. المحامون تقدموا بالنيابة عن عائلتين من سكان غزة من حملة الجوازات الألمانية، واتهموا مسؤولين كبارا بالحكومة الألمانية بالتعاون مع إسرائيل من خلال تزويدها بالأسلحة واستخراج تراخيص تصدير ذات صلة. الدعوى قدمت ضد أعضاء مجلس الأمن الفيدرالي وشملت المستشار أولاف شولتز ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ووزير الاقتصاد روبرت هابيك ووزير المالية كريستيان ليندنر. وبحسب مصادر ألمانية، فإن التحقيق بشأن وقوع إبادة جماعية يتطلب وجود أرضية اشتباه أولية، إلا أن المحامين اتخذوا من قرارات السياسيين بزيادة الدعم المالي واللوجستي لإسرائيل دليلاً لمحاولة إثبات تهمة التحريض والمساعدة. هناك ثلاثة أعمال قام بها المسؤولون الألمان المدعى عليهم في المساعدة والتحريض، وهي استخراج تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة بعد الحرب وعدم إلغاء تراخيص سابقة الحرب، ثم القيام بأعمال تحريضية سياسية تجلت في تصريحات حكومية رسمية يفهم منها دعم الإبادة الجماعية. الدعوى القضائية في ألمانيا جاءت بعد دعوى مشابهة في هولندا، تمكن فيها المحامون من إقناع المحكمة بحظر تصدير أجزاء من مقاتلات F-35 إلى إسرائيل.